الآن ينضم إلينا عبر تطبيق سكايب من نيويورك نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في شركة سكويرد فاينانشال. سيدي الكريم، أولا أحب منك أن تحاكم المنطق الذي تحدثت به السيدة لاغارد، محتمل ومنطقي، ويعني وهذا النوع من الكلام الذي نعرف نحن الذين ندفع الثمن، يعني نعرف إنه كلام للطمأنة ليس أكثر. صحيح، أولا لا يمكن أن نلوم كريستين لاغارد على ما ذكرته اليوم، خصوصا إنه التصريح الذي ذكرته اليوم أتى بعد ساعة من الإعلان عن توقعات معدلات التضخم الأولية اللي هي الشهر الماضي. مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي هو يعتبر مؤشر التضخم الأساسي، ما معنى بالأساسي؟ بأنه لا يتم احتساب البضائع ذات التذبذب العالي بما فيها بتحديد أسعار النفط. هذا المؤشر بذات نفسه على عكس التوقعات كان من المفترض أن يتراجع إلى 5.3%، ارتفعنا إلى مستويات تاريخية جديدة وهي 5.6%. المؤشر العام للتضخم الذي يتم احتساب فيه كل البضائع بما فيها أيضا النفط والغذاء شهدنا استقرار دون تغيير عندها حوالي 8.5 النقطة المئوية. هل سيقوم البنك المركزي الأوروبي بعدم رفع أسعار الفوائد؟ بالتأكيد لا، سيقوم بالرفع بالأقل حوالي 50 نقطة، ولا أستبعد حتى أن البنك المركزي أن يقوم بأكثر من ذلك من خلال الرفع بحوالي 75 نقطة، يعيدنا ذلك بما حصل مع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي قام به خلال الربع الأخير من العام الماضي. لذلك لا يمكن أن نلومها، لكن بالتأكيد اللوم الكبير هو عدم توقع ما الذي حصل للتضخم منذ اليوم الأول للحرب من جهة، وعدم تحرك كل البنوك المركزية في ذلك الوقت. ليس بين يديها أوراق أخرى تلعب بها سيد نور، أليس كذلك؟ هناك العديد من الأوراق، لكن الأكثر أو الورقة الرابحة الأكثر حاليا لكل البنوك المركزية هي بتأكيد رفع أسعار الفوائد. بقية التولز أو بقية الأدوات التي لدى البنوك المركزية لن تساعد بشكل كبير جدا، بما فيها بالتأكيد أدوات الأخرى. كمثال لدينا عمليات اللي هي تضييق السياسة من خلال أن يتم بيع السندات التي قامت البنوك المركزية بما فيها البنك المركزي الأوروبي قامت بشرائها خلال فترة ما قبل أو خلال فترة كوفيد. وأيضا لا ننسى أن هناك لازال لدى البنوك المركزية سندات تم شرائها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2007 لحد العام 2009، وحتى هذا اليوم لم يتم بيع هذه السندات، بينما بدأت هذه البنوك بذلك بعد التضخم الكبير الذي حصل في ميزانياتها. ما فيهم بالتأكيد عراب البنوك المركزية حاليا هو البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والذي ذكر أيضا خلال الفترة الماضية بأنه سيضطر لبيع أكبر من السندات خلال هذا العام. طيب، ما هو تأثير تحركات العراب ونائب العراب علينا نحن العرب سيدي الكريم؟ هنا يكمن لدينا على الأقل بالنسبة للدول العربية، لا ننسى على تكلفة أولا من ناحية تكلفة التأمين على الديون التي أيضا من ناحية الدول العربية تحديدا تكلفة الديون على هذه الديون أو تكلفة التأمين على الديون العربية في البنوك الخارجية بالدولار الأمريكي، هذه من جهة. أيضا ليس فقط تكلفة التأمين، تكلفة خدمة الدين ذات نفسه، بمعنى الفوائد التي تدفعها الدول العربية بما فيها أيضا مصر وغيرها من الدول التي تدفعها على القروض، سواء كان قروض لصندوق النقد الدولي وما إلى ذلك. جميع هذه الأمور ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة، ليس على الحكومات بينما علي وعليك وعلى كل المواطنين في هذه الدول. يعني نحن نتصور أن السيدة لاغارد تتحدث من منصتها العالية، وأن هذا كلام اقتصاديين لا علاقة لنا به، فإذا بجيوبنا تدفع الثمن سيد نور. متى كانت جيوبنا لا تدفع الثمن؟ صحيح صحيح. دائما من يدفع الثمن بالأخير ليست الحكومات بينما الشعوب. والشيء الأهم من ذلك أنه عندما تنظر إلى الأرقام، ويمكن يعني البعض قد يعني ينتقدني لهذا الأمر، عندما نتحدث عن أنه الأردن أو مصر أو أي دولة عربية سجلت ناتج محلي إجمالي بخمسة وستة وسبعة في المئة، تذهب إلى سؤال المواطن ما هو نصيبك من الخمسة إلى ستة وسبعة في المئة، بقول لك أنا اللي دفعت الخمسة وستة وسبعة في المئة هذول كضرائب. بمعنى أنه الأرقام لا يعني لما نقول ناتج نمو أو نمو ناتج محل إجمالي ب7% للربع الماضي أو ل8% خلال العام الماضي، لا يعني ذلك أي شيء إذا كان المواطن هو الذي يدفع الضرائب لكي يؤدي ذلك إلى
أن نشهد رقم في دفاتر الحكومات بحوالي 5 أو حتى 7%. لو طلبت منك حكومة عربية ما النصح، كيف تتحسب؟ بماذا ستنصحها؟ على الأقل موضوع الاكتفاء الذاتي، والذي هو يعني شيء ممكن وشيء أعتبر أنه حتى يعني أأمل في فترة من الفترات أن يجبروا على ذلك في ظل الارتفاع الذي شاهدناه من التضخم. لا ينقص أي دولة عربية وأي كل الدول العربية تحديدا، لا ينقص أي شيء من موضوع الاكتفاء الذاتي، لأنه كل حضرتك تقصد يمكن التكامل. بالتأكيد ينظر إلى جغرافية الدول العربية بشكل عام، من أيام ونحن في المدرسة ونعلم أنه جغرافية الدول العربية بشكل عام تؤدي إلى ليس فقط اكتفاء ذاتي، بينما أيضا حتى التصدير بعد الاكتفاء الذاتي بكل المجالات، على الأقل بالنسبة للزراعة. حتى خلال الفترة الحالية موضوع الزراعة على الأقل، والذي أصبح بشكل طفيف جدا حتى خلال الفترة الماضية، خصوصا أيضا بعد فترة كوفيد. إذا كان في نصيحة، موضوع التكامل، موضوع أيضا الزراعة، موضوع الصحة والتعليم قبل أي شيء، حتى قبل الإنتاج. لكن بالنسبة للأفراد مثلي ومثل الملايين غيري من العرب، أظن أنه لا توجد نصائح. أظن أنه ينبغي أن نقنع بدور الضحايا. سيد نور، بالتأكيد لا. لا يمكن الاقتناع بدور الضحية دائما، لأنه على مدار السنوات تم إقناعنا بأننا نحن ضحايا لكل السياسات الخارجية التي مليت على الدول العربية. لكن بكل الأحوال موضوع أنه إحنا أن نبقى في موضوع أن يكون في وضع الفيكتم، أو أنه إحنا الضحايا لهذا الأمر، نعم موجود، لكن بنفس الوقت لا يمكن القبول فيه لفترة طويلة. بمعنى أنه في ظل التكنولوجيا المتواجدة حاليا حول العالم، لا يمكن لأي شخص أن يدعي بأنه لا يستطيع أن يعمل من المنزل، أو أن لا يستطيع أن يعمل مع دول أخرى من خلال أيضا أن يكون في دولة أخرى. وهذا شيء أيضا مطلوب حتى هذه اللحظة، على الأقل إن تحدثنا بالنسبة لي اللغة العربية أو غيرها من اللغات. فموضوع التكنولوجيا حتى الآن نتحدث أنا وأنت، قبل 10 سنوات يمكن لم يكن مقبولا أن تكون في مقابلة على أي تلفزيون عربي أو حتى عالمي باستخدام سكايب أو زوم. الآن أصبح مقبول لكل القنوات العربية. صحيح، والصورة لائقة إلى حد كبير. بالتأكيد، وهذا الشيء الذي من جديد تكنولوجيا تسهل، أيضا تكنولوجيا في عند استخدامها بشكل صحيح يكون لها عائد كبير. الآن في للأسف بالدول العربية، إن نظرت إلى التكنولوجيا التي يتم استخدامها هي تكنولوجيا ماذا؟ التفاهة إن صح التعبير. للأسف موضوع التيك توك وما إلى ذلك والتحديات التي تشهدها على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا لا يعتبر بموضوع إنه استخدام التكنولوجيا لعائد مجدي أو لعائد على الأقل مفيد. صحيح. إن صح التعبير. إذن أنت تنصح الفرد العربي بأن يحاول استثمار نفسه. يا سيدي أشكرك شكرا جزيلا، دائما ما تكون كلماتك إضافة لنا جميعا. شكرا لنور الدين الحموري، كبير استراتيجية الأسواق في شركة سكويرد فاينانشال.